كان السلطان محمود الغزنوي على رأس جيش كبير في طريقه للهند من أجل هدم صنم عظيم يدعى سومنات، قالوا إنه أعظم أصنام الهنود، وكان الهنود يحجون لهذا الصنم ليلة خسوف القمر بالآلاف والآلاف، وكانوا يزعمون أنه يجمع الأرواح بعد الموت فيوزعها مرة أخرى على البشر طبقا لعقيدة تناسخ الأرواح عندهم. ماذا فعل العدو مع الحصار اليوم يا أمير الجيوش؟ مولانا السلطان، الهنود على استعداد للموت بالملايين هذه المرة في سبيل الدفاع عن صنمهم الأكبر سومنات. ونحن على استعداد للموت في سبيل تطهير البلاد من عبادة الأوثان والدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار. مولانا يمين الدولة، كم فتح الله عليك من ممالك وكم هدمت من أوثان، ولكن في هذه الحملة أنفقنا جل خزائن المملكة وما زلنا خلف الأسوار، وقد غضبت الهند كلها من شرقها لغربها وانتفضت حمية لصنمهم سومنات. وما هي مشورتك يا أمير الجيوش؟ القوم يا مولاي قد علموا قدرتك وخافوا من بأسك وبطشك الشديدين، وعرضوا علينا من الكنوز والأموال والهدايا ضعف ما أنفقنا على الحملة، وأنا أرى بقبول عرضهم لنحقن دماء جنودكم وتنفق الأموال لتعزيز ملككم. انتظر انتظر حتى أستخير الله عز وجل. وصلى السلطان ركعتي استخارة ثم نادى على قائد الجيش: اسمع يا أمير الجيوش، إني فكرت في الأمر الذي ذكر، فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم، والله أحب إلي من أن يقال أين محمود الذي ترك الصنم لأجل مال يناله من الدنيا. وفي شهر ذي القعدة من عام 416 للهجرة انتصر جيش السلطان محمود الغزنوي على الهنود بعد معركة كبيرة فاصلة، ودخل السلطان محمود المعبد وحطم الصنم الأكبر، فكانت المفاجأة أنه وجد عليه وفيه من الجواهر النفيسة والذهب ما يزيد على ما أنفقه في الحملة بأضعاف مضاعفة. أراد السلطان محمود الآخرة فأكرمه الله في الدنيا بالنصر والرزق الوفير والذكر الحسن. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.